قريب زوجته قرر له، قرر لمرات كابتن مؤمن ان في ناس مقابر جنبهم لقوا عمل الكابتن مؤمن واكدوا له، وهي طلبت منه ان هو اتاكد من ده بشخصه، فراح ووروا له العمل ووروا له الصور ووروا له حاجه قبل ما يتحرك الموضوع ده بالمشايخ. يعني هو راح مره قبل ما يروح، يعني هو راح مرتين تشوف الموضوع؟ لا، كابتن مؤمن ما راحش الا مره واحده، انا بتكلم على قريب زوجته. قريب زوجته، قريب زوجته لما اتاكد والناس وروا له ان في عمل فعلا موجود، رجع تواصل مع زوجته وطلب منها ان كابتن مؤمن يحضر عشان يشوف العمل دوت، وكابتن مؤمن راح بعد كده. ايوه كابتن مؤمن والله خلينا نقول شكل العمل ما كانش مظبوط، لان هو كابتن مؤمن طبعا ما دخلش عليه القصه اللي حصلت، لان لما شاف العمل والصور، الصور حديثه جدا على كلامه، من العمل ده معمول من فتره ومفروض فتره في المقابر، فمتناقض جدا. ان هو العمل معمول قبل ما هو يجيله المرض ولا بعد؟ والله هم على كلامه من العمل معمول من سنين، فلما راح كابتن مؤمن شاف العمل لا صور حديثه. طب هل ده سؤال على كذب المشايخ او الدجالين اللي كانوا معمول من زكريا الاول؟ وكيف كابتن مؤمن ما كانش معاه دجالين ولا كان معاه مشايخ؟ كابتن مؤمن لما توجه للمقابر كان معاه والده وكان معاه اثنين من اصدقائه. المشايخ لما